دي لقطات حصريه دلوقتي اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه من استعدادات النادي الاهلي قبل مباراه اليوم امام فريق نيوبورت كاونتي الانجليزي، ومباراه هتنطلق بالتحديد في تمام الساعه 6:30، يعني بعد ربع ساعه من الان. فبالتالي دي كلها لقطات زي ما انتم شايفينها كده حالا دلوقتي من معسكر في اسبانيا واستعداد للمباراه اللي هتكون كمان شويه. خليني اعيد على حضراتكم تشكيل الاهلي اللي هيخوض هذه المباراه. في حراسه المرمى علي لطفي، امامه رباعي خط الدفاع، ظهير ايسر محمد هاني، رامي ربيعه ومحمد نجيب كمساكين، وظهير ايمن باسم علي. في نص الملعب عمرو السوليه وحسام عاشور، امامهم كل من اسلام محارب، ناصر ماهر، واحمد حمودي، والمهاجم عمرو جمال. ده تشكيل النادي الاهلي اللي هيخوض المباراه بعد قليل. بالمناسبة إن شاء الله بإذن الله بالليل الساعة 1 بعد برنامج ملك وكتابة هتشوفوا المباراة كلها على شاشة قناة الأهلي، والمباراة هيتم تسجيلها وهيتم إذاعتها إن شاء الله في تمام الساعة 1 صباحا عقب انتهاء برنامج ملك وكتابة.